بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إيه تكتاتي هنا وتمهرتاتشن إنه زاري يمي كربوية تمهرت رئيس باب الخوف من الشرك لال. باب الخوف من الشرك كشرك سلام افراتي من ناقر رئيسنا ويلال. لمن دنو شركن من نفراو انما النس شركن فرتوال عند سو شركن لما فراتو من عينة ملكتوشي تايالو ودفتنا اتشوالا. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء 48. الله بسو مقارات عيمرم ويغفر ما دون ذلك كشرك ليلا يالن ويم بتاتش يالن يمرال لمن يشاء لم يفلقوا. بذيك قرآن عن قصص هلت نقروش ناقن يالن شرك يتبال نقر عندما يمر ماشي توبة سايا درق كموتة عقاري وكفل شرك يتبال نقر شركن علماوش قماشوشو لسوست كفلوتال قماشوشو لهولت كفلوتال شركن أكبر وشركن أصغر بلو يكفلو تعلو تدلك النات ان الشرك يعلو علو لسوست دمو يكفلو تعلو شركن أصغر وشرك أصغر وشرك خفي تلكو شرك تنشو شرك صورو شرك بلو يكفافلو علو يا مونيه زيكان كاسوست يتن يوم يشرك عينت اندم ماي مارنو من ناقنيو ماتشي سايتو بتك موتا عند سو تلكونم شركي هون تنشونم شرك يسرى بزياو كموتا يممار الدل يلوم نقرقن تلكون شرك يسرى يموتا جهنم قبتو زنت عالم يكتع لند كافيرو چونجي ايوتا سمو منم يهون من تنشون شرك سرتو يموتا جن قطعات አለበት መቀጣቱ አይቀሬ ነው ነገር ግን ዝንተ ዓለም جهنم ውስጥ አይቆይም ትልቁን ሽርክና ትንሹን ሽርክ እንዴት እንለያለን ከተባለ ትንሹ ሽርክ የይውልኝ ለይውልኝ ለይስሙልኝ ተብሎ የሚሰራ እንደገና محلام بتملكت دقمو كالله وجبال لنجر سيمل يا يميمل بتكفل عند الله أكبروت ستوت كالهونة تنشو شركوس دي قبال مثالي الناتي تموت عباتي يموت لموت موشي اجممتات كفيت شيدفاين كفيت هيدفاين عندي هادرقين النزي النزي تنعني الشركوس في قبالو نقرقن بتلالك سوچ بوليوچ بشيخوچ يميملو سوچالو النسو بيازواتشو زنگوچ دولاوچ يميملو سوچالو إيه اتلالكو شركوس في قبالو
ስለዚህ መሐላን በተመለከተ ዘርዘር መደረግ አለበት طيب ما شاء الله وشئت لولا الله وأنت الله النا أنت بله اللينو الله النا أنت درساتش اللينو أنت النا الله بعد درس اللين النزيه كتنا عن الشرك ما الدوال طيب بعدك علي تلكو شرك لا الله يمي جبان أملكوت لفتور أسلفو مستت وينم لا الله اندم يادرقو عينت أملكوت لا اللهم لفتور مادرق ايه تلكو شركنا كتنشو شرك كم من مدبو تاندو هرزن ما انتلتل بنك فات مامن እጅ ሲያሳክከው ማመን አይን ሲርገበገብ ማመን ውስጥ እግሩን ሲበላው ማመን ከንፈሩን ሲነክስ ማመን ይሄ የተለያየ ስያሜዎች ይሰጣል ከትናንሾቹ ሽርኮች ይመደባል ህዝቡ እንዴት ከትንሹ ሽርክ ሊመደብ ቻለ ከተባለ እዚህ ጋም ለሁለቱን ከፍለዋለን ህርዙን የተንጠለጠለው ህርዝ በነገራችን ላይ የሚንጠለጠለው ነገር ቁርአን ጥርት ያለ ቁርአን ተጽፎ ከሆነ ዑለማዎች ተላይተውበታል ሽርክ አይባልም በነገራችን ላይ ቁርአንን ጽፎ ማንጠልጠል ሽርክ ውስጥ አይገባም ብለዋል ግን አልተደረገም ነው ቢዳ ውስጥ ይገባል ይሄን ቢዳ ትንሹ ቢዳ የሚባለው ውስጥ ከእስልምና ማያስወጣ ቢዳ ለሁለት እንደሚከፈል ዑለማዎች ዘርዝረው አስቀምጠዋል አሁን ህርዝን የሚያንጠለጥሉ ሰዎች የተጻፈው የጂን ስም ጠንቋዮች ጽፈው ቁርአን ሳይሆን ሌላ ነገር አንጠልጥል ተብሎ ተሰጥቶ ሲያንጠለጥል ይጠቅመኛል ይሄ ህርዝ ነው የሚጠብቀኝ ይሄ ህርዝ ነው የሚያድነኝ ብሎ ከሆነ ትልቁ ሽርክ ውስጥ ይገባል ምክንያቱም ጠባቂና አዳኝ አላህ ብቻ ስለሆነ ነገር ግን ህርዙ ሰበብ ነው ካለ ግን እትንሹ ሽርክ ውስጥ ይገባል ይላሉ አዳኙ አላህ ነው ህርዙ ሰበብ ነው ካለ እትንሹ ሽርክ ውስጥ ይገባል ይላሉ عموماً باتك علي إن الله لا يغفر أن يشرك به بس مجارات الله بفصوم عمرم بفصوم تنشونم تلكونم شرك الله عمرم سايتوبتو كموتو بيتشانو جن توبتو كموتو جن تلكونم تنشونم شرك الله مهارينو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كشرك بتاعتش ያለ ወይም ከሽርክ ሌላ ያለን ወንጀል ትልቅም ሽርክ አፎን ትልቅም ወንጀል ይሁን ትንሽም ወንጀል ይሁን ብዙም ይሁን ጥቂትም አላህ ለፈለገው ይምርለታል መጀመሪያ ሳይቀጣው ምሮት ጀነት ሊያስገባው ይችላል ሳይቶብት ሞቶ ማለት ነው ከሽርክ ውጭ ያለን ወንጀል طيب ራሱ ከሽርክ መፍራት ይላል አንቀጹ ሲጀምር الله بسو مجاراتنا يمرم من قلن ينت الله الله ما يمرو كهونا لنفرأي قبال مالتنا وشرك وقال الخليل عليه السلام الخليل إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم منالو خليل يتبالو تي الله مرت وداج مالتنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أنين لجو تشينن አርቀን አስናሞችን ከመገዛት አሉ አስናሞችን እንዳንገዛ ጠብቀን አሉ ወጅኑብኒ አርቀኝ ወበኒየ ልጆቼንም አንዕቡደ አልአስናም አስናሞችን ከማምለክ አንተ ጠብቀኝ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ መስክሮላቸዋል ካነ ኡመተን قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين ان قال لي اقارك اقاريوكم قراء النبرم يعني الله تشو
تالكو يا الله باريا نبي خليل الله إبراهيم عليه السلام شركني فرونبر دعا درقوال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام አስናሞችን ከማምለክ እኔንም ልጆቼንም ጠብቀን አርቀን አሉ። አስናም ማለት ምን ማለት ነው? ነጠላው ሲንጉላሩ ፈነም ነው። ይሄ ብዙ ቁጥር ነው። ፈነም አስናም። طيب አስናም ማለት ምስል ያለው ተመላኪ ነገር ማለት ነው። ምስል ቅርጽ ያለው ቅርጽ ፎቶ ነገር ሊሆን ይችላል ጨረቃ ምስል ያለው የኮከብ ምስል ያለው የሰው ምስል ያለው የፀሐይ ምስል ያለው ብቻ ምስልን መሰረት ያደረገ የሚመለክ ነገር ፈነም ይባላል طيب ወሰን ማለት ሳ ወሰን ማለት ምስል የሌለው ዝም ብሎ የሚመለክ የሆነ ነገር ወሰን ይባላል አስናምና ወሰን ልዩነት ይሄ ነው ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከአላህ ውጭ ያለን ነገር እንዳያመልኩ እሳቸውም ልጆቻቸውም እንዳያመልኩ ፈርተው አላህን ከተማጸኑ ከሳቸው በታች ያሉ ደግሞ በይበልጥ ፈርተው አላህን ሊማጸኑት ይገባል ከሽርክ እንዲጠብቃቸው እኔ ሙወሂድ ነኝ ያለ የሚን ቦታረር ካለ ችግር አለበት እኔ የተውሂድ ሰው ነኝ ያለ አላህን ከሽርክ እንዲጠብቀው የማይማጸን ከሆነ እኔ ነኝ ሙወሂዱ የሚል የምትል ካለ ካለች አደጋ ውስጥ ናቸው ማለት ነው ለምን ነብዩላህ ኢብራሂም እንኳን ሳይቀሩ ሽርክን ፈርተው አላህ ከሽርክ እንዲጠብቃቸው ይማጸኑት ነበር ልብ ያለው ልብ ይበል ባለንበት ጊዜ ውስጥ ሙወሂዶች እኛ ብቻ ነን የተውሂድ ዘቦች እኛ ብቻ ነን ለተውሂድ ምን ቆረቆረው እኛ ብቻ ነን ተውሂድ ምን አስተምረው እኛ ብቻ ነን ከኛ ውጭ ያሉ ተውሂድን አያውቁም ተውሂድን ያስተማሩ አይደለም የተውሂድ ዘቦች አይደሉም እያሉ የሚለፍፉ ብዙ ናቸው መኮፈስ ይባላል ይሄ ማረጋገጫ አግኝተዋል እንደ ከረቡል ዓለሚን እነሱ ብቻ ለመሆናቸው ሙወሂዶች እነሱ በሚያስተምሩት መንገድ ካልሆነ በስተቀር ሌላው ሰው የሚያስተምረው ተውሂድ ተውሂድ አይደለም ማለት ነው ዘለፋ ትችት ምደባ ካልተቀላቀለበት ልብ ያለው ልብ ይበል وفي الحديث اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه امام احمد في مسنده والطبراني في الكبير طيب وابن ابي الدنيا والبغوي في شرح السنه اخوف ما اخاف عليكم بنانت لاي كمفراو كله يبلط يمفراو نجر بينور قالوا صحابوቻቸው የሙወሂዶች ሁሉ አለቃዎች ቁንጮዎች ናቸው صحابዎች ከነብያቶች ቀጥሎ اخوف ما اخاف عليكم بنانت لاي كمياسغاني كله يمياسغاني قالوا الشرك الاصغر تنشو شرك نو قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام يخاف على صحابته الشرك الاصغر تنشو شرك يفرولاچو نبر مندنو يا تنشو شرك تبلو تطيقوا رسول عليه الصلاه والسلام فقال الرياء لا يولين تبلو يمسرى نكر لب بلو كيسون ادناقوت چبچبا مغسا فلغو مسرات
ሪያ ሱማ ለይስሙልኝ ብሎ ለይውልኝ ብሎ የሚሰራ እትንሹ ሽርክ ውስጥ ነው የሚመደበው። طيب ሪያ ማለት በተግባር የሚሰራ ነው የሚያሳየው። እኔ በተግባር የምሰራው ነገር ሰዎች እንዲያደንቁኝ ብዬ እንዲያሞግሱኝ ብዬ እንዲያጨበጭቡልኝ ብዬ ለነሱ ብዬ ከመጀመሪያው ጀምሬ ለሰው ብዬ የምሰራው ከሆነ ይሄንን ስራ ሙሉ በሙሉ ያነኩተዋል ሪያው። ነገር ግን መሰረቱ የስራው መሰረት ለአላህ ብዬ እየሰራሁት ያለ በኋላ ላይ ሰዎች ያዩኝ ስለሆነ ስራውን አሳምሬ ከሰራሁት መጀመሪያ ከመሰራው የበለጠ አሽውብ የምሰራው ከሆነ ይሄ ጨምሬ ያስዋብኩት ነገር ብቻ ነው ሪያው የሚያበላሽው እንጂ የስራውን መሰረት አያበላሽውም። ልብ በሉ። ምሳሌ ላርግላችሁ። አንድ ሰው ፈርድ ሶላትን የሚሰግደው ለአላህ ብሎ ነው። እየሰገደ ያለ የሆነ ሰው መጣ። ሲመጣ በፊት ሲሰግድ ብዙም ሩኩዕ ላይ ስጁድ ላይ መቆም ላይ አያስረዝምም ነበር። አሁን ግን ሰው እያየው ስለሆነ ከድሮ አሰጋገዱ ለየት ያለ አሰጋገድ መስገድ ጀመረ። መጀመሪያ የጀመረው ሶላቱን ለአላህ ብሎ ነው። በኋላ ላይ ግን ማስዋቡ ላይ ሰው እያየው ስለሆነ ሩኩን ረዘም ማደረገ። ረዘም በማድረጉ አጅር ያገኝ ነበር ለአላህ ቢሆን፣ ግን ለሰው እይታ ብሎ ስላደረገው እቺ ረዘም ያደረጋት የሶላት አሰጋገድ አጅሩን አያገኝባት። ለምን? ለሰው ብሎ ስላስረዘመው። የመሰረቱ ለአላህ ነው፣ እሱ ላይ አጅር ያገኝበታል። ጭማሪዋ ላይ ግን ለሰው ብሎ ስለሆነ ይበላሻል። ምሳሌ ሌላ ደግሞ ከመሰረቱ ጋር የተያዘ ሱና ሶላት ላይ አይሰግድም፣ ግን ሰው ጋር ስለሆነ ሱና ሶላት ሰገደ። ይሄ ሶላት ሙሉ በሙሉ ይኖክታል፣ ይወድማል፣ ይነቅዛል፣ ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ ሪያ የሚባለው ሁለት አይነት ይዘት አለው ማለት ነው። መሰረቱ ላይ ከገባ ሙሉ በሙሉ ስራውን ያውቅትበታል፣ ያንን ሪያ የገባበትን። በኋላ ማስዋብን በተመለከተ ከሆነ ግን በማስዋቡ ለአላህ ብሎ ቢያስውበው ኑሮ አጅር ያገኝበት ነበር። ነገር ግን ለሰው ብሎ እስከሆነ ድረስ ይበላሻል። ያቺ ያስዋባት ሱማም እንደዛው በንግግር የሚሰራ ንግግራዊ ዳኢ ነው፣ ቁርአን ቀሪ ነው። ቁርአን እየቀራ ነበረ። አንድ ሰው አጠገቡ መጣና ቁጭ አለ። አሳምሮ መቅራት ጀመረ። እዚህ ጋር መሰረቱ ቂራአቱ ለአላህ ነው። ማሳመሩ ግን ለሰው ብሎ ስለሆነ በማሳመሩ አጅር አያገኝበትም ማለት ነው። ባይ እንደዚህ ተደርጎ መታየት አለበት። وعن ابن مسعود رضي الله عنه ወደዚህ ከመግባታችን በፊት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሶሃቦቻቸው ላይ ትንሹን ሽርክ ከሰሩ እኛ በይበልጥ በራሳችን ላይ ልንፈራ ይገባል። እኛ በራሳችን ላይ ትንሹን ሽርክ ሳይሆን ትልቁን ሽርክ ልንፈራ ይገባል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሶሃቦቻቸው ላይ ትንሹን ሽርክ ፈሩ ማለት ሷሊሆቹ የአላህ ትላልቅ ባሪያዎች ሳይቀሩ እትንሹ ሽርክ ውስጥ ሊገቡ እንደሚችልም ያሳያል ማለት ነው። እኔ ፍጹም ነኝ የሚል ሰው ካለ ተሳስቷል። ምክንያቱም ከሶሃቦች የበለጠ እንደው በፍጹምነት ደረጃ እንውሰድ ከተባለ ከነብያቶች ቀጥሎ ሶሃቦችንም ያክል የለም። እነሱ ላይ ከተፈራ ትንሹ ሽርክ ከነሱ በታች ባለ ሰው ላይ ደግሞ ያለምንም ጥርጥር ይፈራል ማለት ነው። እኔ ትንሹንም ሽርክ ትልቁንም ሽርክ አልሰራም የሚል ሰው ካለ አንተ ከሶሃቦች ትበልጣለህ ወይ እንለዋለን። طيب ዱዓ አለ
ከትንሹ ሽርክም ሆነ ከትልቁ ሽርክ አላህ እንዲጠብቀን የሚደረግ ዱዓ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه جيتاي سالوك بانت كما قارت بانت تتبك عليه أن أشرك بك شيئا أعلمه إياوكوين بانت كما قارت بانت تتبك عليه سالوك بانت يا قاراهو تنقر كال دقمو ما رني لها له إهن الدعاء زوتر بتلا أي لفظ مكتوال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه ما لتهلا بن مالتنا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. رسول عليه الصلاة والسلام عنده هلال من مات يموت سو وهو ياسو يدعو لله ندا لا الله بيتين أتشان أمسايا يترى يموت دخل النار سات جبار من مالتنا كالله قارا ليلة النجر عبرو أيام لك مرض أيام لنا مرض يا الله لجست أني تلالج شهوتو لجست أني الله أنا شهوتو درسولين الله أنا وليو درسولين الله أنا نبيو تأبكون الله أنا وليو حجاين أوتولين أيال سايتو بتي موتسو ساتقبار مكنياتهم دعاء عبادة الدعاء هو العبادة بلوال دعاء يأملكوتو تشهلو وانانو بلوال سلذي للمن يميقبو الله نصال كالله وجه للنقر يلمن بذل سايتوبتي يموت سات قبال رسول عليه الصلاة والسلام رواه البخاري يزيتك أراني اللوي استني بميك أتلو حديث ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم من لقي الله الله موتو تنستو يتجنعني مالتنا من لقي الله الله يتجنعني لا يشرك به شيئا من النجر بس سايق الرابط للا ونجل مكوان بنوره دخل الجنة جنة قبال دخل الجنة يميلو جنة قبال يميلو كشرك وچ ونجل مكوان بنوربت الله كفلق مرو جهنم من سايو ليسقبو يشلال منم نغير سايقطاو على بالا دغمو كشرك وچ يال ونجل يسرى سو تلالق ونجل ميون تقاقن ونجل يسرى نغتوبتالو كنغ بستيا توبتالو سيل سايتوبت يموت سو الله يونجلو ما طبيا بلو يازجاجلت زقتهنيا جهنم وسط اسقبتوت اطبوت مچرشاو جن جنت يهونال معناتنو دخل الجنه يميلو ሁለቱ ترغمالو وين مجمريا سايقطاو موحد سلهونه ليلوچون انجيلوچ مرو جنت ياسكبوال عليام دغمو جهنم مست زوتاري ايهونم مچرشاو جنت نو معناتنو يزي تقاراني ومن لقيه الله ان يتجنانيه موتو تنستو يتجنانيا اللهن يشرك به شيئا منن نجر بيهون بسو ياغارا دخل النار ساتكبا
إهمنا سايال يتوهيدن أسفلاجينت يتوهيدن تقامينت يشركن أسفرنا عدقينت نردالن مالتنا بذير إسوست يتمامارنو تمهرت إيان دانداتشن كشرك مفراتن دالبن ريا كشرك دمي مدف نجرجن كتنشو شرك دمي مدف تنشو شرك ريا با الله دقا قباروش لا يمي فرانا قرن دهونا جنتنا جهنم بتقام قرب مهوناتشون بما قاراتو جهنمي قبال بالما قاراتو دمو جنتي قبال أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس بتقام الله أنه كان من قذابهن فالله لا يمي قاراتو جهنم مقبط ويكرم نبي الله إبراهيم عليه السلام لراسات شونا للجوشات شو أصنامو تشن مثلا مثلو تشن كمام لك الله اندي تأبك أتشو تمازنوال هنيام ساتشو موريل النادر كي تقبل النزين النالي لو تشنم تكمو تشن الناغن يالن بزي تمرتوست يزاري تمرتات شن بزيه كبادة دال بريلا هذه كتاب بميكات لو رئيس اسكن الجناين يدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.